قال نرجع عن جديد نعمل انترودكسيون جديده. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بعالم الصباح، وبنعتذر منكم عن تاخير اليوم، بس كانت العجقه جدا فظيعه، يعني كل 10 دقائق ليبرم دولب هيك ضربه وحده. سو بتصور الكل علقان بالعجقه، بس بتصور كمان انه كل العالم تتمنى انه ما يكون عندها شغل لتقعد مكنكنه بهالبردات ومع هالطقس الحلو. بدي اقول صباح الخير كمان لشيف حسين يلي ما صبحته قبل نظرا لضيق الوقت. صباح الخير. انا كمان بدي صبح عليكي، بدي صبح على كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. كيفك؟ انا منيح. كيفك انت اليوم على البردات؟ تمام تمام، بس انه رجع على البيت اتكلم. بعرف فتني اليوم بمعاناه طويله ماشي. انا بيتي بده 3-4 دقائق يعني من لهون ساعه. بفهمك بفهمك. ايه شو عنا اكل؟ اليوم رايحين على المطبخ الجزائري، محضرين 3 اطباق لو تاخرنا، بس رح نبلش فيهم هلا لحتى نقدمهم باخر فقره. كسكس جزائري، ومحضرين كمان سلطه الباذنجان. محضرين سلطه باذنجان كثير طيبه. يمين. كمان محضرين سلطه ثانيه من المطبخ الجزائري بس بتتقدم سخنه. اوكي، فرولا رح نقول للمشاهدين يتابعونا. اكيد نحن مش حدق بوقتك، الوقت كله لك لحتى تيجي انت باخر فقره. أكيد. تساعديني. أكيد. فيهم ونقدمهم ونتعلم شوي كمان، بركي بنعملهم بالبيت. ميرسي لك شيف، يعطيك الف عافيه. نحن رح نكفي معكم وبنعتذر عن تاخير بفقره كارمن والابراج. هلا بنسمعهم سوا. يوم الثلاثاء 13 ديسمبر كانون الأول. اليوم القمر مرافقنا كل النهار من برج هوائي برج الجوزاء، وبلشت تأثيرات السوبر مون اليوم علينا. يعني هلأ هو تقريبا صار له أسبوع تأثيرات الفول مون، لكن بما أنه اليوم صار القمر بمواجهة مضبوطة حقيقية مع الشمس، يمكن بعض المواليد اليوم تحس بتأثيرات هيدا سوبر مون. سوبر مون هو الفول مون، رح بيكون هالمرة تماما تحديدا بكرة الساعة 2 صباحا. فبالتالي فينا نقول انه اليوم وبكرة كل الأبراج تحت تأثير السوبر مون. فخلونا نشوف اذا كيف رح بتكون تأثيرات هالفول مون على كل الأبراج. البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، هيدا الفول مون، فول مون وسوبر مون اثنيناتهم مع بعضهم. هيدا الفول مون بأول عزيمة عندك، بيعطيك معنويات، بيعطيك قدرة على التحرك. ما بتهدأ اليوم، ديناميكيتك كتير 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 مهمة وأيضا مميزة. يعني هالديناميكية اللي عندك إياها اليوم مميزة بشكل إيجابي، فما في لزوم تعطي الهم على الإطلاق. 9 10 11 نيسان أبريل الأكثر حظا. ننتقل لبرج الثور. تأثيرات هيدا الفول مون السوبر مون، تأثيراته عليك مفروض تكون جيدة بناءة. يعني مفروض نحن كل شيء يصير معنا يكون بالنتيجة لأمر بناء أو نحن نعرف نستغله. لكن بده ينتبه مولود برج الثور، لأنه هالسوبر مون يقع في بيت المال عندك، معناته مضوى بشيء بطريقه كثير سبيسيال لافته للنظر. وليش انت بدك تسال حالك شو عم بيصير؟ عم بيسلط الضوء على مسائل ماليه، على علاماتك، عم بيسلط الضوء على نفسيتك، على الثقه بنفسك، على كل شيء انت بتعتبره غنى بالنسبه لك. بعض مواليد برج الثور يمكن يفكروا اذا هن بحاجه الى دوره تدريبيه كيف يغنوا حالهم ويقووا نفسهم. انتبهوا بنفس الوقت على بعض المسائل المصاريف المالية. بتبقى المواليد الأنشط اليوم هي مواليد شهر نيسان أبريل. مكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء ما حدا قده اليوم، لأنه مش بس القمر فول مون، القمر سوبر مون، يعني طاقته تقريبا أقوى بشكل ملموس عند مولود برج الجوزاء. شو معناتها؟ معناتها عندك اندفاعة قوية، الحماس اللي عندك إياها اليوم أنت رح تلمسها قبل ما يلمسها غيرك. بتحس حالك أنه فعلا منشط، في عندك قدرة لحتى تحسم الأمور بوضوح وحتى يمكن بلا تردد، بدون أي تردد. أجواء حلوة بتتبلور على الأرجح منا لحالة، مع احتمال أنه الأمور منا لحالة تدلك على الطريق لحتى أنت تاخذ خطوة اتجاهها أو مبادرة. بعد مواليد برج الجوزاء بيبلشوا سنة 2017 من اليوم بداية جديدة. تبقى المواليد الأكثر حظا والأنشط هي مواليد شهر أيار مايو، بالإضافة ل 19 و11 حزيران يونيو. منكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان هيدا السوبر مون يقع في البيت رقم 12، يلي هو فلكيا من أضعف النقاط
الفلكية أو المواقع الفلكية بالدائرة الفلكية. هذا معناتها شو معقول تتوقع؟ ما تتوقع شيء، ما تتوقع شيء على الإطلاق، لأنه على الأرجح ما راح يصير شيء على ذوقك. بعد عن المشاكل، ما تعمل مشاريع صعبة، ما تبعد مشاويرك، ما تقرر، ما تحسم أمر، انتبه أغراضك. يعني اليوم نهار مكركب من أوله لآخره. نفسيتك أيضا بدك تنتبه لها، انتبه من المحتالين. أحلى شيء بتعمله أنه ما بتعمل شيء، بتعمل أشياء كتير روتينية كتير بسيطة وبتقعد تتسلى. هيدي أهم شيء. الأقل حظا نسبيا 8 و9 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. تأثيرات هيدا الفول مون السوبر مون بالنسبة لك مميزة استثنائية حلوة، بتخلي مولود برج الأسد يكون عنده طاقة من حوله هالة كتير حلوة جذابة تجذب الآخرين لك. فاستغل واستثمر هالطاقة الجذابة لحتى تجذب فعلا أمور حلوة وإلا معنى مش كيف ما كان. حاول أنه أنت تلعب دور بناء بمحيطك، لأنه هيدا نهار فعلا يلفت الأنظار ويسلط الضوء على خصالك الحلوة. هيدا نهار إيجابي لسيما لمواليد 12 ل14 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء السوبر مون موجود في أعلى نقطة عندك بالدائرة الفلكية. هيدا معناتها أنه في احتمال أنه مولود برج العذراء يضطر لسبب أو لآخر اليوم وبكرة أنه يهتم، أو خليني أقول يضطر هاليومين يهمل الناحية الشخصية عنده ويهتم بأمور ما العلاقة ببيته أو بعائلته، يهتم يمكن بأهله تنقول إذا مجوز، يهتم بالمهنة مضطر يسافر، عنده مؤتمر، عنده مفاوضات، عنده يمكن مقابلة، عم بيضطر يشتغل على حاله، عم بيهمل شوي البيت والأمور الشخصية. يعني حتى يمكن إذا مريض تنقول مولود برج العذراء ما رح يهتم لهالنقطة لأنه في عنده أمور أخرى بيعتبرها أنه برايوريتي أولوية. جو ضاغط؟ إيه جو ضاغط، في توتر، في قلق، فحاول انه ما تخربط وما تغلط مولود برج العذراء. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي حاليا 28 29 اب اغسطس، كونوا حذرين جدا 1 و2 ايلول سبتمبر. منكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان هيدا السوبر مون فول مون موجود ببرج هوائي عندك بالبيت التاسع. مولود برج الميزان اذا حاسس عندك نقص في الثقافي، إذا عندك حاسس أنه في نقص في الوضع الأكاديمي الدراسي، احتمال أنه تفكر جديا بالعودة لمقاعد الدراسة بطريقة أو أخرى. مواليد برج الميزان يمكن عندهم سفر، يمكن عندهم هجرة، هالأمور إذا عم تشتغلوا عليها رح بتكون كتير واضحة بهيدي اليومين. هيدا نهار أيضا اليوم وبكرة الثلاثة والأربعة يومين رائعين حتى مولود برج الميزان يقرر على قضية، على مشروع أو على خطة بتنطلقوا فيها وبتكون مهمة. الأكثر حظا هو 12 و13 أكتوبر. منكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا الفول مون السوبر مون يقع في بيت المصاري، بيت الديون، بيت القروض، بيت مساعدة الآخرين، دعم الآخرين لإلك. هون موجود السوبر مون. إنه موجود شو معناتها؟ معناتها هيدا سوبر مون بيضوي، مرة بيضوي هون، مرة هون، مرة هون، بشكل سيركل دوري. هلأ واصل على منطقة الأمور المالية، الديون، القروض، بحاجة أنت لمساعدة من آخر، بوليصات التأمين. مسلط الضوء على هالنقطة هاي، فبدك تشوف شو عم بيصير. إذا ناقصك ورقة بدك تشتغل عليها، مخبيها، يمكن ناس الشيء تتذكروا بهاليومين، اشتغل، ضروري تشتغل على هالأمور. كمان هيدا الحقل أيضا موضوع صحي، يعني هيدي الناحية مضوء عليها، الناحية الصحية الدقيقة يعني. وأيضا في احتمال أنه تشتغل على المسائل الدبلوماسية لحتى تسوي الأمر بينك وبين أحد الأخصام. الأوفر حظا 27 ل 31 أكتوبر. ننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس هيدا الفول مون السوبر مون يقع هاليومين، تأثيراته واضحة على علاقتين ثلاثة، عدة علاقات مضوى هونيك. يعني حان الوقت لحتى تنكشف الأمور والأوراق. احتمال أنه تنكشف نقاط ضعف، أنت بتكتشف بتنصدم بشخص
بطريقة تصرف، بأسلوب تنكشف الحقيقة، سواء كان شريك حياتك، شريكك بالعمل، شخص برا ما بتعرفه غريب، في بعض التحدي. هذا اللي بيخلي اليوم مولود برج القوس نوعا ما مصدوم أو مزعوج أو متضايق. حاول ما يكون عندك ردات فعل قوية، وانتبه من المشاكل، لا سيما إذا كنت مرتبط، وبشكل خاص 11 12 و13 ديسمبر. بنكمل مع برج الشادي. مولود برج الشادي هيدا السوبر مون بحطك امام الامر الواقع بالنسبه لوضع مهني وصحي، ما في مفر، يعني مسائل صحيه قديمه معقول ترجع تبين، مسائل مهنيه منا عجبتك ترجع بتبين، وانت بتضطر انك تواجهها، ويمكن في الايام المقبله الشهر المقبل بمطلع السنه تاخذ قرارات اتجاهها. بجميع الاحوال الفتره بجميع الاحوال منا favorable، منا مناسبة، منا ملائمة لحتى تاخذ قرارات جذرية حاليا، لكن هذا ما بيعني انه القصة مش عم تبرم برم وعم تغلي غلي. حاول انه ما تاخذ قرارات سلبية تأثر على استقرارك، خاصة 6/7 كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو من الأشخاص المهضومين كتير بهاليومين، اليوم وبكرة هني يومين مميزين، بيخلوا مولود برج الدلو يبين بأحلى حلة بأحلى طلة، حتى لو هني كانوا سائلين وتقال تنقول بعض الأشخاص، هيدا اليوم وبكرة بيخلوا جميع مواليد برج الدلو يبينوا فعلا أنه أشخاص سوبر ممتازين، إن كانت القدرة على الجاذبية، اللطف، طريقة التعامل مع الآخرين، يعني كل شيء بيرفكت، في حلول، في حظوظ، في نجاح، وشو ما بدكم موجود اليوم وبكرة. الأكثر حظا عند مواليد برج الدلو هن مواليد 24 ل 27 كانون الثاني يناير، وكلمة تحذير انتبهوا مواليد 13 ل 16 شباط فبراير انتبهوا من السرعة. وصلنا لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هيدا سوبر مون أين يقع؟ وين عشو مضوى؟ عشو ضوت الأمور؟ شو هي الملفات اللي انفتحت؟ هي أمور شخصية وعائلية. يمكن موضوع له علاقة بالولاد، يمكن موضوع له علاقة بالإخوة، يمكن موضوع له علاقة بالصحة، يمكن بالعقار بحد ذاته، بالبيت، يمكن حتى بقلب العقار بقلب البيت الشريك والشريك عم بيناقشوا مواضيع معينه، تصليحات منزليه، ترميم، تغيير، والضوء مسلط هونيك، يعني كل شيء معقول، بعده عن المشاكل مش وقتها، بدكم تطولوا بالكم، إذا بدكم تمشوا مع هالموجة، الموجة منا سهلة، بعده عن مشاكل سفر سنة، لا سيما مواليد 28 شباط فبراير 1 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سوبر مون مرافقك اليوم، مرافقك كل هالسنة، كل السنة مرافقك، تأثيراته منا سهلة، تأثيراته معقولة تكشف الستار عن بعض المسائل المخبية بعلاقاتك مع شخص انت ماضي معه كونترا، سواء مع شريكك بالحياة، شريكك بالعمل، مع مصرف ما مثلا، وين انت ماضي كونترا هيدي السنة تتسلط الأضواء عليها، وعلى الأرجح بطريقة منا هالقد سهلة بسبب تأثيرات زحل يلي مرافقتك. ديسمبر، نيسان، أبريل، آب، أغسطس هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. ثانك يو لك كارمن. رح نتوقف هلا مع بريك، من بعدها تنضم لنا هاديه على الموضه.